طيب، التسوية، المجموعة القوى المركزية لقوى الحرية والتغيير ترفض هذه التسوية، ومن داخل هذه الكتلة كان الناطق الرسمي باسم حزب البعث وهو طرف رئيسي في هذا الائتلاف الساعي يرفض الائتلاف والتوافق بين العسكر والقوى السياسية، ويتمسك بإسقاط العسكر ومحاكمتهم على جرائم متهمين بها في الفترة الانتقالية، وتسمية ما قاموا به انقلاب، وهو ما قام ما سماه العسكريون بتصحيح الثورة في أكتوبر في العام السابق 21. والآن سوف يكون هنالك أيضا اجتماع لهذه القوة هذا السبت اليوم أو أمس، وكان قد تحدث الأستاذ الواثق برير الأمين العام لحزب الأمة، واتهم برفضه الاتصالات مع القوى السياسية للوصول لاتفاق شامل والاتفاق على قضايا هامة. نعم، كان هذا هو أهم البنود التي قيلت أمس واليوم. نعم، أستاذ عثمان، هذه المظاهرات هل يمكن القول أنها تشمل كافة شرائح الشعب السوداني أم أنها مقتصرة فقط على الحرية والتغيير؟ هذه المجموعات التي خرجت في المظاهرات يوم الخميس هي مظاهرات جزء من كتلة الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة التي ترفض التوافق مع العسكر على وتسحب إلى طلب بحكومة مدنية خالصة دون تدخل وجود عسكري على السلطة. سيد عثمان، ماذا عن زيارة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الخرطوم؟ وصل اليوم الأحد، ويتصدر هذا عدة ملفات أبرزها الملف الإنساني، كيف سيؤثر ذلك على مجمل العملية السياسية في السودان؟ طيب، سبقته أمس مظاهرات من جانب آخر وهو مجموعة تطلب رفض التدخل في الشأن الداخلي، وكانت تهتف بالقرآن دستور الأمة ولا لعلمانية الدولة، وتطالب بطرده وترفض التدخل الأجنبي في الشأن السوداني. وكان بالأمس من أيضا تصريح للبرهان يجدد رفضه للإسلاميين، ويقول أن الشعب السوداني اكتفى ب30 عاما من حكمهم ولن يكونوا للجيش مطية لهم في الرجوع للحكم مرة ثانية. إذن وجود المؤسسة الأممي في السودان مرفوض، وتدخله في الشأن السوداني أيضا مرفوض بجزء من الحراك للطرف الآخر. إذن هنالك نقدر نقول أنه في 3 أطراف في الصراع السوداني، مجموعة القوات المسلحة والجيش والتي تقول أنها حافظ صمام أمان السودان وتمسك لغايه ما يذهب للذهاب الى انتخابات تشريعيه ومن اعلى الدوله الى اسفلها، ومجموعه التسعه او مجموعه الاربعه اللي هو المجلس المركزي، ودي رافضه ايضا لوجود العسكر ومحاكمتهم على جرائم في الفتره المظاهرات والاعتصام. المجموعة الثانية هي الحرية والتغيير مع اتفاق جوبا أيضا، هم برضو مجموعة ثالثة. والآن هنالك صراع يعني في هذه المجموعات، وتدخل موجود من الأمم المتحدة، حتى أن الموكب بتاع الأمس ذهب إلى الأمم المتحدة إلى المقر الرئيسي في الخرطوم، وكانوا يهتفون أن السودان للسودانيين وأي رفض التدخل الأجنبي والقرآن دستور الأمة ورفض العلمانية، كما ضمن هداف بطرد فلوكر أيضا. شكرا جزيلا الإعلامي والمحلل السياسي عثمان علي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا جزيلا.